مدرب الهلال السعودي أرغب في تدريب نجم الأسود حمد الله يعود ويسعد الجماهير بهذا الفعل رائع. مطالبة بصنع تمثال تاريخي لمدلل المغاربة حكيم زياش، مغربي صاعد بقوة خليفة ديليخت في أجاكس. السلام عليكم متابعي قناة المنتخب نيوز، إذا كنت أول مرة تشاهد القناة اشترك الآن وفعل الجرس ليصلك جديد الأخبار، وإذا كنت من الأوفياء فشجعنا كالعادة بضغطك على زر الإعجاب. والآن لنبحر في سرد فتح نادي الأهلي المصري أبواب الرحيل في وجه الدولي المغربي وليد أزارو المعار إلى نادي الاتفاق السعودي لمدة 6 أشهر في ظل رفض مدرب النادي السويسري ريني فايلر عودته للفريق في الموسم الجديد. وكشفت تقارير صحفية مصرية أن السيد عبد الحفيظ مدير الأهلية طرح ملف أزارو للبحث والتسوية مع مسؤولي الفريق، وذلك بطلب من وكيل اللاعب المغربي بمجرد انتهاء فترة إعارته للفريق الاتفاق السعودي نهاية الموسم الجارية. وقالت إن وكيل أزارو أجرى اتصالة بالأهلي في الأيام الماضية طالبا من مسؤولي حسم مصير المهاجم المغربي مع بداية الموسم الجديد في ظل تلقي عدد من العروض الدولية. وحسب مصدر بالنادي الأهلي فإنه من المقرر أن يتم تحديد سعر بيع اللاعب وإبلاغه لوكيله من أجل تحديد عرض رسمي وإرسال لإدارة التعاقدات بالنادي. قال أيوب الكعبي لاعب فريق هيبي فورتين أن الاتحاد الصيني لكرة القدم حدد رسميا موعد عودة الدوري. وأوضح الكعبي خلال حديثه في برنامج المريخ الرياضية الاتحاد الصيني حدد يوم 26 يونيو موعد انطلاق الدورية وأنهم كيتسنوا فقط الضوء الأخضر من السلطات الصينية. وتابع الفريق ديالي كيتسنى يمتى يدخل عندنا المطار باش نقدر نلتحق بالفريق. وكان الكعبي قد انطلق صوب احتراف في الدوري الصيني من نهضة بركان على صفقة انتقال لاعب محلي بالدوري المغربي ناهى 7 ملايين دولار. أضحى مستقبل يونس بلند لاعب غلطة سراي محط اهتمام كبير للعديد من الفرق التي أبدت استعدادها الكامل لضم النجم المغربي ذو 30 عاما. وتسأل العديد من الفرق خاصة الخليجية من علي خطبي ودي بلهندة وسط التأكيدات من وكيل أعماله حول اهتمام العديد من الأندية بموكله، لعل أبرز الهلال السعودي بطل دوري أبطال آسيا في النسخة الأخيرة. وأكد زارفا لوجيسكو مدرب الهلال السعودي ذلك حين عبر عن رغبته في تدريب السد المغربية انطلاقا من الموسم الكروي القادم، حيث قال في تصريحات نقلتها صحيفة الرياضة السعودية: نعم أريد تدريب بلند في الموسم المقبل، ولن تكون مهمة لوشيسكو سهلة في ضم لاعب مونبولي الأسبق في ظل رغبة العديد من الأندية في التعاقد معه على غرار غريمه الاتحاد وموناكو الفرنسية وريال بيتيس وإشبيليا الإسبانيين. أكدت مصادر أن وكيل أعمال الدولي المغربي خالد بوطيب عرض خدمات هذا الأخير على فريق اتحاد طنجة للتعاقد معه خلال فترة انتقالات القادمة. وحسب مصدر خاص فمسؤولي الفريق الطنجاوية رحبوا بفكرة التعاقد مع بوطيب، إذ من المنتظر أن تنطلق المفاوضات بين الجانبين خلال الأيام القادمة لمعرفة مطالب اللاعب خاصة المادية، يضيف ذات المصدر. هذا وكانت مجموعة من التقارير الصحفية قد ربطت وجه المهاجم الأسود القادمة بالدوري التركي أو إحدى الدوريات الخليجية بعد إعلان نادي الزمالك المصري فسخ عقده بشكل رسمي. ما زال تعادل فريق بنفيكا البرتغالي يلقي بظلاله على لاعبي النادي بعدما تعادل أمام تونطيلا بدون أهداف أولى المواجهات بعد عودة الدوري البرتغالي الذي توقف نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد. وأوضحت تقارير صحفية برتغالية أن العديد من الشتائم والإهانة ظهرت على منازل لاعبي بنفيكا لتكون الحادثة الثانية التي أسفرت عنها المباراة بعد أن تعدت الجماهير على حافلة الفريق يوم أمس الأولى برشق بالحجارة. ولم تكشف التقارير ذاتها عن أسماء منازل اللاعبين التي تعرضت للتخريب وإن كان من بينها الدولي المغربي عادل تعرابت. ونقلت وكالة أنباء إسبانية عن وسائل إعلام برتغالية أن الشرطة تحقق بالفعل في هذه القضية وأن مجموعة من المتعصبين ومعروفين لدى السلطات بأعمال الشغب والمناوشات هي من قامت بهذا الفعل.
طالب أحد الإعلاميين الهولنديين يدعى إدواردو جورونا لإقامة امتلاء الدوري المغربي حكيم زياش في مقر تدريبات نادي هيرنفين الهولندية. ويأتي هذا الطلب من الإعلامي المذكور بعد أن أسهمت عملية انتقال نجم الأسود إلى تشيلسي الإنجليزية في فوز هيرنفين بمبلغ 1 مليون يورو فاصلة 8 يورو بسبب منحة التكوين. وكان زياش قد بدأ مسيرته الكروية في نادي هيرنفين إذ تألق مع الفئة الصغرى قبل أن يلعب مع الفريق الأول. تجدر الإشارة إلى أن زياش كان قد وقع على عقود انضمام لنادي الإنجليزية شهر فبراير الماضي بعقد يمتد لخمس سنوات مقبلة. تجدر الإشارة إلى أن زياش كان قد وقع على العقود انضمام لنادي الإنجليزي شهر فبراير الماضي بعقد يمتد لخمس سنوات. حرص الدوري المغربي عبد الرزاق حمد الله نجم فريق السعودية على تقديم لقطة طيبة للجماهير النادي في ظل توقف النشاط الكروي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. وقامت المهاجم المغربي بنشر فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام وهو يرفض ارتداء كمامة عادية قبل ان يقوم بارتداء كمامة تحمل شعار النصر. ويتزعم حمد الله صدارة الدافي موسم الكروي الجاري من مسابقة دوري المحترفين السعودية برصيد 18 هدفا. رغم عدم استدعاء الناخب الوطني وحيد خليل لوزيتش للاعب المغربي فهمو في الظهير الايمن لتونديلا البرتغالية ضمن لائحة 49 لاعبا التي اعلنها شهر مارس الماضي لمواجهة افريقيا الوسطى، الا اننا توصلنا بمصادر بان المدرب البوسني يتوفر على تقرير تقني هم اللاعب وسبق له متابعته في اكثر من مناسبة. وبحسب ذات المصادر فان موفي الذي بات مطلوبا في سوق انتقالات من عدة اندية أوروبية سيكون ضمن أبرز الأسماء التي سيتم بها الناخب الوطني وطاقمه التقنية بالنظر لما يتوفر عليه اللاعب من إمكانية بدنية وتقنية جد محترمة. استضافت قناة هولندية اللاعب المغربي الهولندي أنس صلاح الدين البالغ من العمر 18 سنة والذي يلعب مع فريق الرديف لأجاكس أمستردام. في حياد الحوار تكلم اللاعب المغربي من أب وأم مغربيين عن العادة التي يقوم بها قبل أي مباراة وهي الابتعاد عن زملائه ويصلي ركعتين للدعاء بأن يوفقه الله في مباراته. وأضاف أنس بأنه يحب الأكل المغربي وأمه دائما ما تطبخ له الشهوات المغربية. أنس الذي يتقن اللعب في موقعين مختلفين وهما وسط دفاعية وكذلك ظهير أيسر يتوفر على رجل يسرى قوية والذي يبلغ طوله 1.81 متر. استقطب أجاكس اللاعب المغربي من أزيد ألكمار والذي جاوره لمدة 3 سنوات لعب أيضا في بدايته لإف سي أمستردام لمدة 4 مواسم. ويتوعد الطاقم التقني لفريق أجاكس بأن يكون أنس صلاح الدين خليفة مارتيس دي ليخت المدافع الصلب الذي وقع للنادي يوفنتوس بمبلغ ضخم. يذكر بأن أنس مثل كل الفئات العمرية للمنتخب الهولندي وفاز معهم بكأس أوروبا وشارك في مونديال لأقل من 17 سنة. شاركنا برأيك، هل توافق على عودة حمد الله للمنتخب المغربي للمنافسة على استحقاقات القادمة؟